أن يقال للصائم إذا نسي في غير رمضان فأكل أو شرب إنه قد أفطر، والصائم إذا أكل أو شرب ناسيا في رمضان أو في غير رمضان في أي وقت كان، كان يصوم قضاء أو فريضة أو نفلا أو أي نوع من أنواع الصوم، لا يفطر إذا كان قد أكل أو شرب ناسيا. كثير من الناس يتسرع في بأن يقول لمن أكل أو شرب ناسيا في مثل هذه الأيام قد أفطر، وهذا غير صحيح، وصيامه مستمر ولا يفطر ولا يترتب عليه شيء أبدا. ورد في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. والحديث مطلق لا يتعلق لا برمضان ولا بغير رمضان. وهذه الأيام المباركات ذكرنا البارحة عنها من فضائل العمل فيها أن يصوم الإنسان، فلو فرضنا أنه نسي فأكل أو شرب فلا حرج عليه ويستمر صومه. هل يجوز للإنسان إذا لم يكن قد أكل أو شرب أن ينوي نية من الصباح؟ مثال ذلك: استيقظ هذا فصلى الفجر ثم رجع فنام مثلا، ثم استيقظ في التاسعة أو العاشرة صباحا ولم يكن قد أكل أو شرب، وكذلك لم يكن قد نوى الصوم، لم يأكل أو يشرب بعد الفجر ولم ينوي الصوم أيضا، والوقت قبل الظهر بأكثر من نصف أو ساعة تقريبا، فهل يجوز له أن ينوي الصوم في ذلك الوقت؟ نعم في النافلة، نعم في النافلة، يعني في مثل هذه الأيام استيقظ الإنسان فقال أجد في نفسي قوة، ساعة العاشرة، تاسعة، الحادية عشرة، يعني قبل نصف ساعة أو ساعة تقريبا من أذان الظهر، فنوى ذلك الوقت لا حرج عليه. من الأخطاء الشائعة أيضا زيادة لفظ الشكر بعد قول الإنسان في الصلاة: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد. فكثير من الناس يزيد الشكر، هل يترتب على زيادتها بطلان الصلاة؟ لا، ولكنها ليست سنة أبدا، فلا ينبغي للعبد أن يزيدها، وهي خطأ شائع كما أشار. كثير من المصلين في كثير من البلدان يقولون: والشكر نوع من الحمد، الحمد أعم بكثير، لذلك استفتح الله كتابه المبين في سورة الفاتحة فلم يقل الشكر لله رب العالمين، قال الحمد لله رب العالمين. الشكر مندرج تحت الحمد، فلذلك لا ينبغي زيادة الشكر بعد قولنا ربنا لك الحمد، بل إما أن يقتصر عليها أو أن يزيد ما ورد في السنة: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر الدعاء. فمن لم يحفظ هذا الدعاء فليقتصر على قوله ربنا لك الحمد. من الأخطاء الشائعة مما يتعلق بالصلاة مثلا أن بعض الناس قد اعتاد إذا كان جالسا وأراد القيام في غير الصلاة أن يقول باللهجة المعتادة: يا الله، ليقوم. كثير من الناس أسمعهم خلفي في الصلاة في الجلوس للتشهد الأول والقيام للركعة الثالثة، نحن نقوم نكبر للركعة الثالثة يقول يا الله. هذا عند بعض أهل العلم مبطل للصلاة، وعند البعض الآخر مكروه، فعلى كل لا ينبغي فعله أبدا. ما كان معتادا خارج الصلاة لا يفعل في الصلاة. قال: إيش في هذه الكلمة؟ ليست توكلا على الله؟ نعم، ولكنها كلمة معتادة تجري على اللسان في الحال الاعتيادي لا في الصلاة، والصلاة لا يصلح فيها كما ورد في الحديث الصحيح شيء من كلام الناس. دخل رجل يوما المسجد من الصحابة فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فعطس أحد القوم اسمه معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، وغير معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أيضا، وفي الصحابة ما يقرب من عشرة أو أكثر اسمهم معاوية.
لكن كثير منهم غير مشهور، وفي الصحابة أسماء كثيرة قد يسمع بها الإنسان للمرة الأولى في حياته. معاوية بن الحكم السلمي كما في حديث صحيح مسلم دخل المسجد فصلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن نفسه فيقول: فعطس أحد القوم في الصلاة فقلت له يرحمك الله. لفظة يرحمك الله سنة ومؤكدة وجميلة وحسنة وكلام طيب ومبادرة للخير، لكنها في الصلاة لا تصلح. في الصلاة لا تصلح. أنا آتي بهذا الكلام كمثال على بعض الإخوة لكي أفهمهم، فلينسوا إذا كانوا في الصلاة كلماتهم المعتادة حتى لو كانت من الخير في خارج الصلاة. يا الله في الصلاة ما تصح هذه، هذه خارج الصلاة. قال: فعطس أحد القوم فقلت له يرحمك الله. قال: كيف يقول له؟ لا يدري. نعم لا يدري، لا يدري. قال: فجعل القوم يرمونني بأبصارهم. صاروا يطلعوا عليه بالصلاة، وش عم يحكي هذا؟ ينظرون إليه. قال: فجعل القوم يرمونني بأبصارهم، فلما رأيتهم يصمتونني سكت. كأنه استشعر أن هذه النظرة نظرة إيحاش له. ماذا تفعل؟ أما تنتبه لما تقول أنت في الصلاة؟ قال: فلما فرغت من الصلاة دعاني النبي صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي، هكذا يقول الصحابي معاوية بن الحكم السلمي، فبأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده مثله، فوالله ما ضربني ولا شتمني ولا كهرني. ما ضربني، ما شتمني، ما كهرني، ولكن قال: إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. نستفيد من هذا أن ما اعتدناه خارج الصلاة وإن كان خيراً، أؤكد، وإن كان كلمة خير، لا يصح داخل الصلاة. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. من الأخطاء الشائعة أيضاً أن بعض المقتدين خلف الإمام تراه يرفع صوته بالتكبيرات أو بالتسبيحات أو بالقراءة كثيرة حتى يغلب صوته فقط بسبب المكبرة، هي الفارق بين صوت الإمام وصوته، فلو وضعت المكبرة عند صوته لعلى صوته على صوت الإمام بكثير. تراه كثير من الإخوة أيضا، أنبه بشكل عام، لما أقول تكبيرة الإحرام الله أكبر أسمع ورائي بعض الإخوة: الله أكبر، لماذا تقول هذا؟ صوتك أعلى من صوتي، أعلى من صوتي، لماذا تكبر بهذه الطريقة؟ هذا مكروه كراهة شديدة أيضا. أنت مقتد، وإنما جعل الإمام ليؤتم به كما ورد في الصحيح، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فأنت مقتد تسمع أذنيك فقط في كل شيء، لا تسمع زيادة على ذلك أحدا، سواء في تكبيرة الإحرام وهي أكثر ما أسمعها يرفع الناس بها أصواتهم: الله أكبر، ترى يكبر تكبيرا عاليا. لا تفعل هذا يا أخي، كبر بحيث تسمع أذناك فقط لا أكثر من ذلك. كذلك في القراءة، مثلا في الركعات السرية في الثالثة أو الرابعة من المغرب أو العشاء، وكذلك في صلاة الظهر أو العصر، ترى بعض الإخوة يقرأ، لا بأس، وهذا أمر جميل. لن نذكر الآن اختلافات أهل العلم في مسألة القراءة خلف الإمام أو عدم القراءة. الآن يقرأ هذا الإنسان فترى قراءته أيضا يسمع بها صف أمامه وصف خلفه. يا أخي أسمع أذنيك بالله عليك، لا تسمع أحدا معه. قد يكون بعض الإخوة غير منتبه لهذا، ولكن هذا أمر لا ينبغي، فهو يؤذي غيره بهذا الكلام ويكره وتكره صلاته بهذا الفعل أيضا. من الأخطاء الشائعة التي رأيتها عند عدد من المصلين أيضا أن بعض الناس قد اعتاد مثلا أن يتحرك أو يهتز أثناء الصلاة أو خارج الصلاة. في خارج الصلاة ذاك أمر له، هو لا يفعله محرما أو منكرا، أما في الصلاة قال كيف يهتز؟ يعني في بعض الناس بالعام بيقولوا له حج،
تعمل هيك. كثير من الإخوة رأيتهم أنا في الصلاة، هو واقف في الصلاة في التشهد مثلا، تعمل هيك. بعد ثلاث هزات تبطل الصلاة فليعدها، والصلاة باقية 50-60 هزة عبيز طول ما هو واقف. حتى أذكر بعض الإخوة زملائنا طلاب علم، يعني رأيتهم مرة نبهتهم، تعجب أنا أفعل هكذا؟ لا يمكن، أنا ما أفعل هكذا. طيب جعلت بعض الإخوة يرقبه وهو يصلي، جئته بهم، يا أخي رأيتموه؟ قال نعم. أنا أفعل ولا ينتبه، لا يشعر بنفسه أصلا. فعلا يعني قد يكون صادقا لأنه اعتاد هذا، قد يكون اعتاده أيضا خارج الصلاة. في الصلاة الإنسان واقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى، فهو يراقب نفسه بكلامه، بتصرفاته، بصوته، بحركاته. أما أن يترك نفسه هكذا بدون تنبه إلى ما يفعله، هذا لا ينبغي أن يكون. هذه الصلاة صلة خاصة، لما تكون في صلة خاصة ومجلس خاص بينك وبين إنسان تحبه وتعظمه وتحترمه، تنظر إلى نفسك أن تكون على أليق ما يكون من التعامل مع هذا المخلوق مثلك، فكيف وأنت تقف أمام رب العالمين وبين يديه؟ ينبغي أن تلحظ كل تصرفاتك على أحسن ما يكون. من الأخطاء الشائعة بين الناس في مسائل الوفاة مثلا والموت أن يقولوا بدلة آخرة. ما هي بهذه الصيغة بدلة الآخرة؟ يقولون ثياب المتوفى، ما كان يلبسه في حياته سواء كان رجلا أو امرأة، هذه ينبغي أن تؤخذ. ماذا يقصدون ببدلة الآخرة؟ يعني أن يتصدق بهذه الثياب لعلها تكون ملبوسا له في الآخرة، وهذا كلام لا يصح. أما أن تكون ملبوسا له في الآخرة فليس كذلك. ولكن هل يتصدق بها، يعني المقصود من كلامهم بدلة الآخرة أن يتصدق بها على الفقراء كما يفعلون؟ نعم لا بس، لكن بشرط مهم. الخطأ الشائع هو نسيان هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ قال أن يسأل جميع أهل الميت عن التصدق بهذا المال. قال إيش قيمته؟ على وتكون قيمته لرسول. وهذا من الأخطاء الكبيرة. تراهم مثلا كتبه يعطونها لولده فلان، ساعته يعطونها لصديقه فلان، ما أدري إيش يعطونه لقريبه فلان. يا أخي جمعتم الورثة جميعا، مثلا أبناؤه مثلا وزوجته، وسألتموهم كل واحد منهم راض بهذا الفعل؟ قال بنته طبعا بنته. الآن ما هو المال؟ لا ماله ولا مالك أنت. قال مال مين؟ مال الورثة المجتمعين، حتى يقسم، حتى يقسم. نجمع كل ما له من أصغر شيء له إلى أكبر شيء، من 100 مليون اللي عنده إلى أصغر شيء يملكه، إلى مبراء، إلى ممحاء، إلى قلم رصاص، هذا كله صار ميراثا له، إلى ملابسه الداخلية والخارجية وقمصانه وكل شيء عنده، كل ما يملكه بلا استثناء، كل هذا يجمع ويجمع الورثة. تعالوا يا أخي نريد مثلا أن نفعل كذا. طيب هل أنت راضي يا فلان؟ نعم. فلانة أمي أختي، بالتفصيل الممل بكل جزئية من الجزئيات. كم يحصل بعد أن يتم تقسيم بعض الحاجيات ولا يكون أحدهم حاضرا، أو لا يسأل سؤالا تفصيليا وتمحيصيا بالرضا، بعد ما يتصرف بها أن يقول إنسان أنا ما كنت راضيان، ليش ما حكيت؟ إيه ما كان الوقت مناسب. هذا لا ينبغي لا منك ولا منه، لا منك يا أيها الإنسان الذي تعرض القسم، ولا منك يا أيها الإنسان الذي سمع وعرض عليك أن هذا سيعطى لفلان وأنت تسكت عنه، كلاكما مخطئ. أما الذي يقسم فينبغي أن يؤكد، هل أنتم راضون فردا فردا؟ سأعطي مثلا هذا القميص لفلان، أم تريدون أن نقسمه؟ قال نقسمه، إذا نبيعه ونأخذ ثمنه ونتقاسمه. مثلا مثلا قد يقول الإنسان هذا شيء تافه، تافه عندك في نظرك، لكن عند أختك فلانة ليس تافها، عند أخيك فلان ليس تافها، وقد يكون هذا الشيء الذي بنظرك تافه سببا لمشاكل بينك وبين إخوتك أو والدتك أو غيرهم من الوراث.
احيانا لا يكون الاخوة فقط وراثا. فهذا ايضا من الاخطاء الشائعة، وكثير من التصرفات ناتجة عن التسرع مثلا او عدم السؤال. وقد ورد في الحديث الذي اسناده حسن: انما شفاء العي السؤال. العي يعني الذي لا يعرف، يقال فلان عي او علي، اي لا يدري، لا يعرف كيف يتصرف، لا يعرف ما هو وجه الحق او الباطل في هذه القضية. فاسأل يا ايها الاخ الكريم، تسأل من تثق بدينه وعلمه، حتى في غير امور الدنيا، عفوا في غير امور الدين، سل واستشر وخذ النصيحة ثم تصرف. لا تتصرف هكذا عبثا ثم بعد ذلك اذا وقعت في خطأ او نبهت الى خطأ تقول يا اخي انا لا ادري، لم اكن ادري. طيب لماذا لم تسأل؟ لماذا لم تسأل؟ وبخاصة كما اشرنا الان في شؤون الدين، قد تكون اشياء في نظرنا بسيطة لكنها كبيرة. أسأل الله لي ولكم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين. كلام جاسم، موضوع التأمين بعد الفاتحة.